الخير ويعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدي أحكي لكم عن الجواز الكندي. الجواز الكندي يعتبر من أفضل الجوازات في العالم، أعتقد ترتيبه الآن الرابع في العالم، قد يتغير. بدخلك 168 دولة بدون فيزا أو فيزا في المطار. طبعا كيف تقدم للجواز؟ بعد ما تيجي هون كمقيم وتأخذ الإقامة الدائمة وتعيش 3 سنوات بالأيام، يعني ممكن تطلع خلال أول 5 سنوات، لازم تكون عايش 3 سنوات منها، بحسبوا لك إياها بالأيام. بتقدر تقدم على الجنسية الكندية، بأخذ وقت التقديم، بعدين بتقدم امتحان الجنسية، بعد امتحان الجنسية بعطوك كمان وقت بتقدم على السيرموني أو الاحتفال، بتحصل فيه على سيرتيفيكيت إنك الآن صرت سيتيزن. في هذا الوقت أنت بحق لك إنك، بيختلف عن البي ار، انه بحق لك انك تترشح للانتخابات، ترشح حدا، تنتخب حدا او تقدم على الجواز الكندي. تقديم على الجواز الكندي سهل جدا، ابلكيشن سهل. لكن الشغلة الحلوة في الجواز الكندي انه له عاملينه بطريقة فنية جميلة جدا، وهذا اللي بدي احكي عنه اليوم. خليكم معاي وشوفوا. طبعا الجواز الكندي وجماله مش كتحفة فنية فقط في الصور، لا، بس لأنهم وضعوا التاريخ الكندي وسردوه بطريقة جميلة جدا. وخليكم مع الآن الصور وإن شاء الله تستمتعوا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.